الذهبية الجميلة. ينضم إلينا من هناك المعتصم بالله. المعتصم بالله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. اشتباكات، قصف، وأيضا مظاهرات تخرج في مدينة درعا، وأود أيضا سؤالك عن قرية عين دكر. هذه أول مرة نسمع بهذه القرية، ما قصة هذه القرية الآن؟ نعم أستاذ زكريا، يعني يوم عصيب ومرير وحزين مر على أهل محافظة درعا، وخصوصا بعد أن ودعت كوكبة من شهدائها ما يقارب 45 شهيد سقطوا ليلة البارحة، 20 منهم من أبطال الجيش الحر الذين سطروا بدمائهم أروع أنواع البطولات. يعني قصف كما ذكرت، اشتباكات تدور، اشتباكات عنيفة. بلدة عين ذكر هي إحدى قرى وادي اليرموك في الريف الجنوبي من محافظة درعا، هو نفس الخط الواصل إلى مدينة نوا، يعني عين ذكر بلدة السيل ويأتي بعدها مدينة نوا. هذا الخط يشهد عمليات اشتباك وعمليات عسكرية ضخمة للغاية، بالإضافة إلى المنطقة القريبة القنيطرة وصيدا وبلدة حانوت. يعني هنا تسطيل لأنواع البطولات من قبل الجيش الحر، حيث شن أبطال الجيش الحر هجوم كاسع على قرية عين ذكر، وتم تحرير حاجز الجبلية وتمكنوا من اغتيام وقتل كل من كان بداخل هذا الحاجز. وايضا مدينه نوى تستمر لا، الاشتباكات قبل داخل نوى مدينه. المعتصم بالله، هذا الحاجز المحرر الآن هو داخل هذه القرية؟ نعم، هو بالقرب من قريه عين ذكر، يسمى حاجز الجبيليه، تم تحريره ليله البارحه في الريف الجنوبي من محافظه درعا. نعم، هنيئا لكم تحريره. نقلتنا إلى نوى. نعم، مدينه نوى يعني المعتصم بالله، للأسف انقطع اتصالنا مع أخينا المعتصم بالله. المعتصم بالله كان يحدثنا عن مدينة درعا وعن آخر التطورات الميدانية في مدينة. أسمعك، تفضل والجميع يسمعك. نعم استاذ، الى مدينه نوى حيث يستمر الجيش الحر في التصدي ويستمر في محاصره بعض الكتائب والسكنات التابعه للواء 61. قوات النظام تستميت وتحاول بشتى الوسائل ارسال التعزيزات الى هذه السكنات، ولكن تصدى لها الجيش الحر وقوات النظام، يعني تشن حملات قصف وهمجيه وعنيفه وبربريه على المدنيين العزل، يستهدفون المدنيين ردا على عمليات ابطال الجيش الحر في مدينه نوى. يعني خلال 3 ايام 50 شهيد اغلبهم من المدنيين سقطوا جراء القصف على مدينه نوى. يعني نحن متخوفون من ارتكاب مجازر بحق هؤلاء المدنيين الذين تحاول قوات النظام منعهم من الخروج من مدينه نوى. يعني لم يخرج من مدينه نوى سوى اعداد قليله من النازحين، سواء اذا كان الى مدينه جاسم او الى القرى الغربيه الجنوبيه الغربيه، يعني سوى 10,000 خرجوا من مدينه نوى، بقي اعداد كبيره. مدينه نوى تضج بالمدنيين، يعني أكثر من 150,000 نسمة الآن متواجدون في مدينة نوى. قوات النظام تقوم بقنص واستهداف هؤلاء المدنيين الذين يحاولون الخروج من داخل المدينة، وفي هذه اللحظات تتعرض المدينة لوابل من القذائف الصاروخية والمدفعية على المدنيين العزل، تتركز على الحي الشرقي والجنوبي في مدينة نوى. اليوم أيضا تدور اشتباكات عنيفة في درعا المحطة بين قوات النظام وأبطال الجيش الحر منذ فجر اليوم في محيط المعتصم. بالتزامن مع قصف مدفعي ومن مضادات الطيران على منازل المدنيين في الحي، في حين تم استهداف جامع الشيخ عبد العزيز وسط مدينة درعا. أسفرت هذه الاشتباكات إلى هذه اللحظة إلى ارتقاء شهيدين من أبطال الجيش الحر، بالإضافة يعني تم تكبيد قوات النظام خسائر فادحة، وتم التقدم باتجاه المشفى، وتم تحرير أبنية ومنازل كانت تتدشن بداخلها قوات النظام. ايضا سانتقل الى درع بلد، حيث ايضا تدور اشتباكات عنيفه وبالاخص في حي المنشيه اخر معقل النظام في درع البلد، وسط ايضا قصف مدفعي عنيف يستهدف الاحياء المحرره في درع البلد. ايضا اليوم تجددت الاشتباكات في مدينه بصرة الشام بين الجيش الحر وقوات النظام مدعومين بعناصر من حزب الله اللبناني في الحي الجنوبي من مدينه بصرة الشام، ايضا وسط قصف استهدف هذه المدينه. يعني اليوم قوات النظام تشن حمله نعم. قصف همجيه وبربريه على نعم استاذي. لا، تفضل يا معتصم. نعم، قوات النظام يعني طيران الميج لم يغيب عن سماء محافظه درعا، شن عده غارات سواء على كان على بلده قطاع او على مدينه دائل او مدينه نوى او على احياء درعا البلد، استخدام لصواريخ الارض ارض، سقط صاروخ ارض ارض في بلده الشجره وفي عين ذكر،
بالإضافة لوابل من القذائف الصاروخية والمدفعية التي تستهدف جميع أرجاء محافظة درعا. يعني تجددت العمليات العسكرية الضخمة في محافظة درعا. أيضا سوف أتطرق إلى القنيطرة، حيث تمكن الجيش الحر أيضا من تحرير سرية حانوت ومن تحرير كتيبة صيدا الجولان، وأيضا مخفر بالقرب من هذه الكتيبة، وتم اغتنام دبابات وعربات بي ام بي وأسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة، وتم تكبيد قوات النظام خسائر فادحة. الآن قوات النظام يعني ترسل تعزيات كبيرة لاستعادة السيطرة على الكتائب المعتصم؟ شهدها. نعم أستاذ، تسمعني؟ نعم تفضل أسمعك، تفضل، لكن الصوت يتقطع يا معتصم. المنطقة الغربية في محافظة درعا تشهد عمليات عسكرية ضخمة سوف تقلب المعادلة وسوف تكسر ظهر النظام إن شاء الله في الأيام القادمة. يعني المواقع التي استهدفها الجيش الحر هي أكبر وأضخم مواقع للنظام والشبيحة في محافظة درعا، وإن شاء الله سيتم تحرير هذه المواقع وسيتم فتح الطريق إلى دمشق. ان شاء الله باذن الله. يعني اخي معتصم، يعني في ظل هذه الصوره الفسيفسائيه الجميله التي رسمتها لنا من العمليات العسكريه والميدانيه والاشتباكات في درعا، البعض يتساءل، نحن الان في يوم الجمعه، ويوم الجمعه ما يميزه طبعا اضافه الى الاشتباكات والعمليات العسكريه التي نرفع بها رؤوسنا عاليا، ماذا بالنسبه للمظاهرات؟ نعم أستاذ، يعني أهالي محافظة درعا يصرون على الخروج في المظاهرات رغم القصف ورغم نية النظام الواضحة لارتكاب مجازر بحق المدنيين. يعني خلال الخروج من الجوامع وخلال صلاة الفجر تم قصف أغلب قرى وبلدات محافظة درعا، يعني تم استهداف الجوامع بشكل مباشر. المعتصم للأسف انقطع اتصالنا مع أخينا المعتصم، كان بودنا أن